معكم الفارس سلطان بن حمود الطوقي، ممثل السلطنة في رياضة قفز الحواجز، وأيضا اعتبر من الجيل الرابع في رياضة الفروسية في العائلة. رياضة الجري هي من الرياضات الأساسية بالنسبة لي، خاصة في مجال الفروسية. احنا نحتاج إلى لياقة بدنية عالية والتركيز وطبعا قوة التحمل. هذه الرياضة تساعدني بشكل كثير في استعدادي لبطولات قفز الحواجز في مجالي في الفروسية. في كثير من تطور في المجتمع، حيث أن لاحظنا رياضة الجري هي من الرياضات الأساسية. العائلة صارت تمارس هذه الرياضة وتحافظ على لياقتها البدنية وصحتها. يسعدني أن أكون من ضمن السفراء في ماراثون الموج مسقط 2020، وأحب أشجع الجميع أن يشارك في هذا الملتقى، وخلنا نركض.